زي ما انتم شايفين حضراتكم يمكن دي لقطات خاصه وحصريه على شاشه قناه الاهلي وعلى الهواء مباشره. تحرك بعثه فريق النادي الاهلي من تطوان الى طنجه للمبيت في طنجه الليله استعدادا لمواجهه اوكلاند سيتي غدا في افتتاحيه بطوله كاس العالم للانديه في المغرب. طبعا نسخه استثنائيه ان شاء الله باذن الله، كل الاشقاء في المغرب جاهزين لنجاح هذا الحدث الرياضي والكروي العالمي. الافتتاح غدا اكيد بحضور السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، والجنوب افريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، والعديد من القيادات ومسؤولي اللجنه التنفيذيه في الفيفا والكاف، وبحضور ايضا فوزي لجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، وبوجود ايضا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في المغرب. زي ما انتم شايفين اللقطات الخاصه والحصريه على الهواء مباشره. توجه البعث الان من تطوان الى طنجه بعد اداء التدريب الصباحي اليوم على ملعب ثانيه الرمل في تطوان، وده ملعب فريق المغرب التطواني. ملعب ثانيه الرمل من اقدم الملاعب في المغرب، وكانت اقيمت عليه قبل كده منذ سنوات طويله بعض المباريات في الدوري الاسباني. وان شاء الله باذن الله تكون رحله موفقه للنادي الاهلي. مارسيل كولر اعتقد يعني خلاص وصل بقى للقوام النهائي والتشكيله وطريقه اللعب وكل الامور اللي ان شاء الله باذن الله يكون موفق فيها في مباراه الغد. الفريق مجرد ما يصل هيكون فيه عده اجتماعات وتفاصيل اكتر، لكن بقى مفيش افضل من زميلنا كريم احمد انه يدخل معانا عشان يدينا كل التفاصيل ويشرح لنا كل اللي بيحصل حاليا في المغرب، وهو الان كمان مع البعثه اللي بتتحرك لمدينه طنجه عشان يقول لنا كل التفاصيل وكل الاخبار من خلال متابعته وتواجده مع بعثه فريق النادي الاهلي. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد تحيت بكل التحيه ليك، وارحب بيك وارحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. تحياتي ليك وتحيات كل الناس ليك، وان شاء الله باذن الله تكون رحله موفقه، ونطمن منك بقى وانتوا اهو في الطريق قدامنا، احنا شايفينكم صوت وصوره وانتوا رايحين على طنجه، ويمكن بنحاول قدر الامكان نقدم خدمه خمس نجوم لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، تطمن على البعثه، تشوف كل الاجراءات، تشوف اللقطات كلها صوت وصوره، ومن خلالك بقى كمان نعرف ايه اخر الاخبار في المغرب، واحنا قدامنا مناظر خلابه. يعني بصراحه المملكه المغربيه من امتع وافضل واجمل المدن اللي ممكن تزورها وتشوفها وتتعامل كمان مع شعبها اشقاء، ونتمنى لهم التوفيق يا رب في تنظيم هذا الحدث يا كريم. بالتاكيد يا محمد، طبعا بضم صوتك الحقيقه، احنا في مكان رائع وفي دوله رائعه الحقيقه، عشان كده يمكن بنتمنى لهم كل التوفيق بنجاح هذه البطوله تنظيما وشكلا وترتيبا، وكل الامور يا رب ان شاء الله تكون نجاح كبير كعاده طبعا كل اشقائنا هنا في المغرب. زي ما انت شايف يا محمد يعني خلاص احنا متوجهين الى طنجه، خلاص النهارده انتهت الاستعدادات الفنيه بالتدريب الختامي بطريقة للنادي الاهلي، والتدريب الرئيسي كما يقال عليه طبعا كان على ملعب ثانيه الرمل، الملعب المحدد للتدريبات. التدريب كالعاده كان 12 ظهرا، 60 دقيقه كانت التدريبات. الحقيقه شفنا كالعاده الجديه الكبيره والحماس المعتاد على فريق النادي الاهلي، والحرص الكبير جدا ان الكل بيحاول ان هو يحافظ على بعضه من التدخلات، لان انت عارف يا محمد الجديه ما بتكون متواجده، الكل بيبقى عايز يكون متواجد في التشكيل الاساسي، الكل بيبقى عايز يظهر بشكل كبير جدا يثبت للجهاز الفني ان هو كفيل ان شاء الله يكون متواجد في هذا المركز او ايضا كمان في القائمه بشكل كامل. تدريب اليوم الحقيقه كان مميز جدا، بدا كالعاده باجتماع لاعبي النادي الاهلي مع الجهاز الفني في الملعب، قرات الفاتحه كالعاده في البدايه، يمكن كولر اكد على بعض الامور، قال خلاص يمكن المرحله انتهت، مرحله التدريبات بدات مرحله الحسم 90 دقيقه، ركزنا بشكل كبير جدا في التدريبات وظهرنا بصوره رائعه جدا، لكن الاهم بالنسبه لي ان احنا نظهر في 90 دقيقه وتركيزنا يكون اكبر في المباراه الافتتاحيه اللي اكيد هيكون فيها مسانده كبيره جدا من اشقائنا المغاربه لفريق النادي الاهلي. انتهت التدريبات بطبعا ركلات الترجيح المعتاده طبعا قبل هذه المباريات الخاصه ببطوله كاس العالم. كل الحقيقه اجاد الشناوي وايضا كمان اجاد بشكل كبير جدا في تدريب اليوم، ومنها مباشره يعني رجعنا الى تطوان مره اخرى الى فندق الاقامه للترتيبات الخاصه بها والتنقل والتحرك، وكل اللعيبه تناولت وجبه الغداء سريعا ومنها الى طنجه. يعني الطريق محمد يصل الى ساعتين الا ربع او ساعه ونص بمشيئه الله ان شاء الله. مجرد الوصول هيكون مباشره الاجتماع الفني في تمام طبعا بتوقيت المغرب للتجهيزات والترتيبات الاخيره طبعا كالعاده، حضور طبعا الكابتن سمير عدلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ، ايضا كمان مهندس خالد المرتجي، والامور المعتاده طبعا محمد زي ما انت عارف في كاس العالم. وايضا كمان يمكن عندي معلومه لكن لسه الحقيقه بنحاول ان احنا نتاكد منها، مشيئه الله ان شاء الله يعني بعد المباراه الافتتاحيه يا رب ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي ليه نصيب ويقدر ان هو يحقق الفوز.
ممكن بنسبه كبيره جدا محمد النادي الاهلي يكون متواجد في طنجة عشان من جديد الى تطوان. هو طبعا امر بس يعني محتاج ان يكون في ملعب لمباراه مباراه جيد، اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ هيكون في ملعب بيحاول ان هو يشوف ارضيته، هل الارض جيده؟ هل فعلا تساعد النادي الاهلي على التدريبات ولا ممكن يرجع ثاني الى تطوان؟ يا رب ان شاء الله تكون جوده الملعب كويسه جدا بتساعد النادي الاهلي. تمام. انت عارف محمد مشوار كبير جدا من طنجة الى تطوان، مجهود كبير على لعيبه النادي الاهلي وعلى البعثه، لكن الحمد لله كل الامور طيبه، ينقص التوفيق ربنا سبحانه وتعالى محمد المشيد. عارف بس يا كريم هي المشكله في ايه؟ وده اللي كانت اللجنه المنظمه في الفيفا كانت بتزور في تطوان وطنجة في الفتره اللي فاتت. الاتحاد الدولي دايما بيبقى ليه معايير كده في ملاعب التدريبات، هو طبعا في ملاعب فرعيه بجوار الملعب الكبير في طنجة، ولكن الفيفا يمكن عايز يعمل التدريبات في ملاعب فرعيه بمواصفات معينه، يعني عشان غرف خلع الملابس، ارضيه الملعب مش عارف بمقياسات ايه، فكل التفاصيل دي اجبرت الناس في الفيفا ان هي ما تعملش تدريبات في الملاعب الفرعيه في طنجة، عشان كده تبقى كلها التدريبات في مدينه تطوان، وده على الاهلي وعلى اوكلاند سيتي وعلى حتى سياتل الامريكي اللي هيصل الى المغرب ان شاء الله بكره ان شاء الله عشان يستعد لمباراه الدور التالي في الفائز ما بين مواجهه الاهلي واوكلاند سيتي. فانا اتمنى ان يكون الكابتن سيد ممكن يشوف ملعب الفيفا يقتنع بوجهه النظر والفكره في التنقل كل شويه، لان ان شاء الله باذن الله اذا ربنا كرمنا حتى في المكسب هتضطر ترجع تاني لتطوان، والتوقيت ما بين المباراتين احنا بنتكلم في 48 ساعه يا كريم. بالظبط يا محمد، هو المجهود الكبير طبعا انا بتفق معاك في كل الامور اللي انت قلتها، المعايير الخاصه والترتيبات اللي الفيفا بيحاول يبقى فيه مكان للعيبه، مخطط ثلج، جيم صحيح تكون جودته كويسه، بعيد شويه عن المناطق السكنيه، فالاختيارات طبعا كالعاده بتكون يعني طب بالنسبه للفيفا، لكن انت عارف طبعا يعني ممكن النادي الاهلي يتنازل عن بعض الامور بالنسبه للمسافه الكبيره جدا، حتى لو ارضيه الملعب جيده انت مش محتاج يكون في امور كثيره جدا، استاد بالكامل مجهز بشكل كبير، فيمكن هي دي النقطه اللي بنعمل بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله يكون في اداء قوي جدا من لعيبه النادي الاهلي وتركيز كبير في المباراه الاولى عشان هتفتح لنا البوابه الكبيره ان شاء الله للاستكمال في رحله كاس العالم للانديه، الحلم الكبير المنتظر لكل جمهور النادي الاهلي. ويا رب محمد يعني عقب الوصول ان شاء الله باذن الله طمنك برضه على الامور الخاصه عقب الوصول بعد الاجتماع الفني يتناول لعيبه النادي الاهلي وجبه العشاء ومنها الى محاضره كالعاده فنيه اخيره في فندق الاقامه لمستر كولر اللي بياكد عليها كل الامور الخاصه به، قال طبعا الجانب النفسي والجانب المعنوي، الراجل خلاص حضر كل الامور الفنيه بمتابعات هايلايت ببعض طبعا الامور اللي ان شاء الله باذن الله يتم تنفيذها بالكامل وعلى اعلى مستوى لعيبه النادي الاهلي. يا رب محمد دعوات بقى جمهورنا الكبير جمهور النادي الاهلي في الانطلاقه تكون انطلاقه جيده تليق باسم النادي الاهلي ومكانته الفنيه. طيب وانت معايا بصراحه، اصل الصوره قدامنا جميله جدا فمش عايزين نقطع عليها، ولا يعني بصراحه عايزين نتكلم معاك كمان في الاستعداد للبطوله. طيب النقطه الثانيه، بدون الخوض في اسماء او يعني اسماء ممكن تكون موجوده في التشكيله الرسميه، ولكن من خلال متابعتك للتدريب النهارده هل شايف كولر استقر على التشكيله الاساسيه ولا لسه الراجل لا يعني مدي فرصه للكل ان هو يكون داخل في المران الجماعي لغايه لما يحدد التشكيله بكره ان شاء الله؟ لا يعني اقدر اقول لك محمد بنسبه كبيره جدا تم الاستقرار على التشكيل اللي ان شاء الله يخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه، تم ايضا كمان الاستقرار على طريقه اللعب، الضغط هيكون من فوق ولا الضغط هيكون من نص الملعب، يعني الراجل يمكن اشتغل بشكل كبير جدا محمد وكثف مجهودات كبيره جدا جدا للتحضير على هذه المباراه، فيمكن انت عارف مستر كولر يعني كل صغيره وكبيره بيركز فيها، فاحنا بنعمل بمشيئه الله يكون السيناريوهات اللي حاططها لفريق اوكلاند. الو، طب يبدو ان الخط يمكن قطع معانا، يمكن طبعا زي ما انتم شايفين الفريق في الطريق دلوقتي من تطوان الى طنجة، واكيد طبعا ممكن الشبكه يعني تفصل معانا في اي وقت، لكن قدر الامكان بنحاول نقربكم شويه من الصوره وتبقوا شايفين الحدث معانا على الهواء مباشره. اتفضل يا كريم. يمكن باكد لك يا محمد ان الترتيبات الخاصه بالتحضير الفني طبعا لمباراه اوكلاند سيتي، الجانب الاخر اوكلاند يعني يمكن بيلعب بطريقه 4-3-3، ممكن يكون ليه اختلاف، ممكن يتغير طريقه لعبه، فعشان كده بنتمنى مستر كولر بخبرته الكبيره وبذكائه في الاداره الفنيه من خارج الخطوط يكون عنده كل السيناريوهات الخاصه بفريق اوكلاند سيتي، عنده سرعات كبيره جدا، عنده بعض العناصر المميزه، لكن بمشيئه الله رغبتنا تكون اكبر، اصرارنا يكون اكثر كالعاده، ويعني اللي احنا بنراهن عليه روح الفنان الحمراء وشخصيه فريق النادي الاهلي، العب بقلبك برجوله، ربنا يوفقك ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله محمد تكون الانطلاقه كالعاده تليق باسم النادي الاهلي وتحسب لكل لاعب في هذه الرحله وفي كاس العالم للانديه. طيب انا شايف قدامي حاجه بصراحه يعني لفتت انتباهي، اعتقد اللجنه المنظمه يمكن عامله تامين وعامله ترتيبات امنيه واداريه على اعلى مستوى كمان في توجه البعثه سواء من الاوتيل للتدريب او حتى للسفر من تطوان الى طنجه.
عفوا يا محمد معلش، ممكن تعيد السؤال من فضلك؟ الترتيبات الامنيه، انا شايف حتى في تنسيق امني وترتيبات على اعلى مستوى وجهد طبعا مبذول من اللجنه المنظمه كمان في المغرب لتذليل اي عقبات للبعثه وللفريق في التحرك من الاوتيل للتدريب او حتى التحرك من تطوان الى طنجه. بالتاكيد يا محمد، يعني يمكن من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي يمكن شايف الموكب، يعني موكب كبير جدا لتامين مكثف جدا كالعاده طبعا اللي هي النادي الاهلي وكل الفرق الحقيقه، يعني الجانب الامني والجانب التنظيمي بيقوم بدور كبير جدا جدا الحقيقه من اول وصولنا الى مطار طنجه طبعا، من تحرك التنقلات الناس بتساعد بشكل كبير، بتسهل كل الامور دي، امور الحقيقه يعني بتطمن البعثات كلها المشاركه في كاس العالم للانديه، الترتيبات دي مهمه جدا، التنقلات تحديدا بتكون مهمه لان انت عارف وصولنا الملعب لابد يكون في ميعاد معين، ويا رب ان شاء الله باذن الله يستمر هذا الامر يوم المباراه. احنا رأينا كله محمد كالعاده خبراتنا طبعا في التفريات طبعا خاصه بطوله افريقيا، يوم المباراه مهم جدا، تلاقي بعض الجماهير متواجده لكن بالشكل اللي احنا شايفينه الحقيقه هتكون في سهوله ويسر كبيره جدا في التنقلات، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. لا وعايز اقول لك كمان حضور جماهيري، يعني حسب المعلومات اللي جايه لنا من المغرب انت بتتكلم في 60,000 متفرج ان شاء الله في مباراه الاهلي واوكلاند سيتي، واكثر من 90% من الجماهير المغربيه هتكون في ظهر النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله يا كريم. ده يمكن املنا الكبير في اصدقائنا المغاربه كالعاده بحبهم الكبير جدا للنادي الاهلي، وايضا كمان لنجاح المباراه الافتتاحيه ونجاح كاس العالم، فيمكن ان شاء الله باذن الله جمهور المغرب مع جمهور النادي الاهلي ان شاء الله لهم منتظرين وكالعاده يكون متواجد ونادر ومساند وداعم لفريق النادي الاهلي، مكلل بالنجاح ان شاء الله يا محمد، ويكون فرحه كبيره جدا للشعب المصري وجمهور النادي الاهلي يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناه الاهلي في المغرب، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، زي ما انتم شايفين معانا على الشاشه صوت وصوره كل الاجواء والتفاصيل المتعلقه بسفر البعثه، وان شاء الله البعثه تصل بسلامه الله الى طنجه بعد ساعه من الان ان شاء الله. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل اكتر ولسه عندنا مفاجآت بخصوص حفل الافتتاح وايه اللي هيحصل في ملعب طنجه في حفل الافتتاح، والفيفا والكاف والمغرب ازاي بتحضر لمباراه الاهلي واوكلاند سيتي.